جاءنا في إطار الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الشهيد محمد البراهمي. جاءنا من جنوب جرجيس ونعرف أنه يحضر للجزائر الشقيقة، لأن هذه المؤامرة التي انطلقت في ما يسمى بالربيع العبري تستهدف عقد النفط والغاز، حيث وجد النفط والغاز وجدت المؤامرة، وبالتالي قلوبنا على الجزائر، قلوبنا على الجزائر. عليك يا جزائر يا أسود الأوراس، عليكم أن تمدوا أيديكم إلى الجيش العربي السوري وإلى الجيش العربي المصري حتى تنقذوا أمتكم من مؤامرة تحاك في ليل أسود بيد عربية للأسف. نهني الشعب التونسي على عيد الجمهورية بتاعهم، أنا وأخوهم الجيري كما هم تونس، أنا حتى أنا الجيري إحنا نكون خويا. الأمر اللي حيرني في ساركوزي شي هم هو في الجزائر وفي الأمن الجزائري، إحنا كي كنا في الثورة وكونتر فرنسا شكون اللي كان حاملنا ظهرنا بلاش تونس؟ ذاكرة شيخي تيدي يوسف ما زالت مرسوخة في الأذهان. أنا جدي شهيد وتوفى في شيخ تيدي يوسف، وش همه هو في الأمن الجزائري؟ إحنا تونس ولا الجزائر بيناتنا حدود راهي سياسية، وكاهو قضية باسبور ولا كارتا ما يهمش. أنا عايش هنا عايش ليه ما يهموش هو فينا. شي اللي يضرنا يضر التوانسة، وشي اللي يضر التوانسة يضر الجزائرية. إحنا الجزائرية وإحنا بلاد بمليون ونص مليون شهيد باش يحاتها في باله. فكاين باباه هو جاي قتلنا في الجزائر، حنا غيرك احنا واقفين ونحميو تونس ونحميو الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. نهني الشعب التونسي الشقيق بمناسبه عيد الجمهوريه، نتمنى مزيد من الحرص من المواطن بالدرجه الاولى، ومن ثم الهيكل التجاري، ومن ثم هيكل الدوله للحفاظ على تونس. وتونس من ذات موقع جغرافي مهم جدا، وتونس بلاد العلم، وتونس لديها العلماء ولديها الامكانيات، ومش كل شيء بترول، ومش كل شيء فوسفات، مش كل شيء عقول. العقول هن اللي نشحن الدول، هن اللي نشحن الدول. وتقدم الشعب التونسي والشعب الليبي والشعب الجزائري انهم يتحدوا في مكافحه الجريمه بالدرجه الاولى، والدرجه الثانيه مكافحه الارهاب. الساعه شرف تونس اللي هي عندها تاريخها، مش عندها تاريخها، عندها ناس تعرفها. نشوفوا الشباب، الشباب صحيح ماهوش واعي بالشيء هذا، الشباب مش واعي به الشيء هذا، لكن عيد الجمهورية عيد معروف، عيد عنده ساس، عيد عنده ساس، عنده رجال خدمة تعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نقدموا بعد احنا الأشقاء الجزائريين جينا
تونس شقيقة، ونحبوا ديما نجيو لتونس الشقيقة بحكم أنها قريبة لنا، بحكم أن الأمن والأمان في تونس كاين مالغري واسترابيها. مي نحبوا نأكدوا ديما باللي تونس راي عندها الأمن وعندها الأمان. بما يخص تصريحات ساركوزي، نحبوا نأكدوا باللي أنها تصريحات تمهيدا للانتخابات، باسكو على بالنا باللي حابين انت يدخل الانتخابات تاع الرئاسيه الجديده. ما يعنيش انه راح يدير لنا مشكل بين الجزائر وتونس، رانا ديما رانا اخوه، رانا احباء، رانا شعب واحد، حبوا ولا كرهوا رانا شعب واحد كيما يحبوا هما، رانا يد واحده، وربي ان شاء الله نقضيوا على الارهاب. هذه نحطوها حاجه عابره كما يقولوا سحابة الصيف، بربي ان شاء الله تولي تونس العهد القديم والجزائر في ظهر تونس، وتونس في ظهر الجزائر. وان شاء الله الحكام تاعنا يوعوا باللي راهو شعب واحد، حبينا ولا كرهنا نحبوا بعضنا، والتوانسه يحبوا الجزائريين والجزائريين يحبوا التوانسه. وساركوزي ما عنده ما دخلوا بين الشعبين، ما نقولوا شعبين، بين الشعب الواحد. ما نقولوا جنسيه، احنا جنسيه مسلمه عربيه، ما نقولوا جنسيه جزائريه وجنسيه تونسيه. باسبوراتنا اخضر جزائري واخضر تونسي، وبربي ان شاء الله